يعاني سكان حي السلام بمنطقة تقوطرين ببلدية وادي أتبة انقطاع التيار الكهربائي منذ الجمعة الماضية بسبب انفجار محول الكهرباء الذي يغذي عددا من المزارع ومساكن المواطنين بالمنطقة. تواصلنا أيضا مع تراغل وأيضا سبها، ولكن قالوا المحولات ليست موجودة عندهم، ونرجو يعني من الأخوة أصحاب حتى الخير يعني يحاولوا كيف يجدونا في الأزمة هذه. والآن 5 أيام والبرد والطلبة حتى هم نفس الحالة يعانوا. مكتب الكهرباء ببلديتي وادي أتبة وتراغن في رده على مناشدة المواطنين بجلب محول جديد قال أنه راسل مكتب التوزيع بالمنطقة الجنوبية بمدينة سبها وهو في انتظار توفير محول بديل، وإلى أن يتم ذلك تستمر معاناة الأهالي. نحن نسمع دخول القطع الأجهزة الكهربائية والمعدات من الحدود التونسية، ولكن عندما نمشي للمكاتب اللي نسأله يقول ما عندنا محول، ما عندنا محولات، فعليه نسأل الجهات والمكاتب والمهندسين أن يهتموا بنا. منطقة مسجد بدون كهرباء، مركز تحفيظ قاعدين توا حاليا الطلبة يقرأوا في القرآن الكريم بدون ضي. المواطنون بمنطقة تقوطرين ببلدية وادي أتبة ناشدوا الجهات المعنية والحكومة ورجال الأعمال وأهل الخير توفير محول كهرباء بشكل عاجل، فهم الآن دون كهرباء لقرابة أسبوع كامل.